وفي مساعدتهم في نقل جثامين الشهداء أيضا نتقدم إليهم بالشكر. أما تهم كيدية ملفقة والبقية كذلك. إذن وأيضا باسم أخوتي من عوائل الشهداء جزيل الشكر أيها الأخوة الحضور من الجالية البحرانية، ودمتم بعين الله محروس جميعا. وأتقدم باسمي أنا والد الشهيد محمود مكي أبو تاكي أيضا في لكم على هذه الوقفة التضامنية التي